يعني الخوات، نعم، أحيانا نغفل عنهم، ويعني وهم نور البيوت، صح، وهم يعني هم بديل الأم، الأخت الكبيرة خاصة هي بديل الأم، أكيد فقد أمه. أسأل الله أن يغفر لوالدتي ووالديكم جميعا والمشاهدين. آمين. يعني الأخت هي البديل للأم في جميع حالاتها، فهذه شيء له موجهة للخوات، إهداء لأخواتي أم عبد العزيز وأم عبد الملك ولأخواتي المشاهدات وكل الأخوات. يقول أفراح لي يا جني خواتي من ساير، يا زين لدى جنب داري خواتي، يا زين لدى جنب داري خواتي، أفرح بهن لو والليالي معاسير، عساي مفقد حبهن في حياتي، عساي مفقد حبهن في حياتي، كلام من قلبي ولا هو بتنظير، أضمهن ضما غلا في عباتي، أضمهن ضما غلا في عباتي، أوصي عيالي يقتفوني على السر، عل وعسى ما أحد يهمل وصاتي، عل وعسى ما أحد يهمل وصاتي، أفرح لي يا جني خواتي مساير، يا زين لدى جنب داري خواتي، يا زين لدى جنب داري خواتي. سلامتك وانت سالم، بيض الله وجهك على هالقصيدة الجميلة وهالسيلة الأجمل، ما شاء الله أبو تركي.